ما نعرفش بقى في خناقات وشغلنا واقف وناس كتيره جدا في الشعب المصري النهارده قاعده في بيوتها من غير شغل محدش داري بيها خالص اطلاقا. الحاجه المهمه ان احنا الاول كل سنه وانتم طيبين على شهر رمضان ان شاء الله خير علينا كلنا تمام. الجماعه اللي انتخبوا محمد مرسي يا جماعه اعذروهم دولت ناس مغيبين هما مش مستجد. الناس دي بكره هتدرك بالظبط معنى اللي عملته لما تكتشف ان الناس ديت مفيش منها اي فايده وان شاء الله هيخرجوا من مصر زي ما خرج الهكسوس من مصر ايام الحكم الفرعوني.